تحية لكل الأحرار وكل الشرفاء وكل أصوات الحرة في هذا الوطن الجريح داخله وخارجه. اليوم حنا جينا كنشطاء الدار البيضاء، جينا لمدينة الرباط من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتنديدا على الأحكام الجائرة في إخوتنا التي تعرضوا على إخوتنا بالريف. هذه الأحكام ليست للمعتقلين بل للشعب المغربي ولكل أصوات الحرة. فهذا الميساج اللي كيعطينا النظام المخزني فهو ميساج لقمع وتكميم الأفواه، لأن كنقول أن منظومة الفساد ومنظومة الاستبداد الذي تحكم البلاد هي التي اعتقلت كل أصوات الحرة وكل فاضح الفساد وكل فاضح الاستبداد. اليوم حنا كنقول كل الشرفاء وكل الضمائر الحرة من أجل توحيد الصفوف ومن أجل توحيد يد واحدة من أجل كلمة حق، لأن المعتقلين خرجوا من أجل الكرامة والحرية والعدالة. كيف يعقل أن نائبي المال العام أحرار طلقاء رعينا كيف مشات 1700 مليار وكيف الملايير تهرب إلى بنما وإفريقيا بينما أبناء الشعب الأحرار هم وراء القطبان؟ معادلة بين من ومع من؟ كنقول وعاش الشعب ولا عاش من خانه. وكنقول هذه الرسالة لأن اليوم الصحافة والأقلام الحرة اليوم تتعرض للاعتقال مرض حميد المهداوي وزيد واللائحة الطويلة. كنقول اليوم كل صوت حر في هذا الوطن الجريح هو معرض للسجن والقمع، لأن هذه الأحكام 20 سنة فيها ميساج يوصي المخزن لأبناء الشعب المغربي ولكل أصوات الحرة من أجل تكميم الأفواه وقمع كل صوت حر في هذا الوطن الجريح الذي يعاني من الظلم ومن الاستبداد. يا وكنقول واحد القضيه نقول لكم الا ما هضرناش وما حفظناش على هذا الاستبداد وما حفظناش على هذا الاستبداد وحيدنا هذا الصمت راه غيبقى بصمه عار على كل حر في هذا الوطن الجريح. لان اليوم الظلم اليوم اصبح الظلم بلونوار، ما بقاش ولا بكولور، ما بقاش كان بلونوار، اليوم ولا بكولور الظلم ولا الاستبداد. لان كيف يعقل ابناء الشعب المغربي الحر اللي كيعيش التميس الريف اليوم محاكمة التاريخ ومحاكمة الذاكرة الجامعية؟ اليوم محاكمة الريف هو محاكمة الرمز ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي، لأن محمد عبد الكريم الخطابي اليوم يحاكم بأحكام قاسية، لأن روح عبد الكريم الخطابي اليوم تتجلى في انتفاضات الشعبية. وكنقول كل أصوات الحرة إلا ما فطناش على هذا الاستبداد وحفظنا على الديمقراسي، لأن اليوم كاين عندنا الديمقراسي والديموراوي والديمقراطيه اللي كنعيشوا في هذه البلاد، وهذا هو واقع الشعب المغربي من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه. احنا شعب واحد، معاناه واحد، صوت واحد، جسم واحد، عصابه موحده ضد هذا الشعب. كاينه جوج معادلات، من مع الشعب ومن مع العصابه. نحن مع الشعب. عاش الشعب. عاش الشعب. عاش الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.